السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فإذا فرغ من السعي حل بتقصير أو حلق، وحل له كل شيء لأن عمرته تمت. نعم، يقول رحمه الله: فإذا فرغ من السعي حل بتقصير أو حلق، وهذا في حق المتمتع أو في حق المعتمر، كل من أخذ عمره يفعل هكذا، إذا طاف وسعى فإنه يحل بالتقصير أو الحلق، كما قال سبحانه: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقال عليه الصلاة والسلام: احلقوا أو قصروا، يعني خيرهم حينما طافوا وسعوا بالبيت، أمرهم بالتحلل وأمرهم بالتقصير عليه الصلاة والسلام. حل بتقصير أو حلق، والشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن هذا يحصل به التحلل، لكن نعلم أن الحلق أفضل لما تقدم الأخبار الصحيحة في هذا الباب، إلا في بعض الصور إذا كان وقت الإحرام بالعمرة قريب، وقت الإحرام بالحج قريبا، فإنه يقصر لكي يوفر شعر رأسه للحج. وحل له كل شيء، هذا لأنه انتهت عمرته، انتهت عمرته حل له كل شيء. أما ما يتعلق بالتحلل من الحج هذا له حكم آخر، لأن عمرته قد تمت بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. نعم. فإذا كان يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة أحرم بالحج من مكة، أحرم بالحج من مكة، ويفعل ما فعل عند إحرامه من الميقات من الغسل والتطيب، ويلبس إزارا ورداء، فيحرم بالحج ويقول أول ما يلبي: لبيك حجا. نعم، يقول رحمه الله: فإذا كان يوم التروية، يعني إذا حصل أو وجد، إذا حصل أو وجد يوم التروية، هنا كان هنا تامة، يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، لا أحرم بالحج، لا الجواب هنا أحرم بالحج، جملة أحرم، أحرم، نعم أحرم بالحج. فإذا كان يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة أحرم، هذا خبر كان، نعم الجملة أحرم الفعلية، يعني أحرم هو في موضع نصب خبر كان، أحرم بالحج من مكة. فإذا كان يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، وهو ثامن ذي الحجة أحرم بالحج، يحرم بالحج ضحا، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله أن نحرم بالحج ضحا إذا توجهنا إلى منى، إذا توجهنا إلى منى، وفي لفظ إذا جعلنا ظهورنا، يعني إلى جهة مكة وهم متوجهون إلى منى. وجاء في حديث ابن عباس أنهم أحرموا بعدما ارتفع النهار، وبالجملة يحرم ضحا لأجل أن يدرك الصلاة في منى، صلاة الظهر، ويصلي الصلوات الخمس كما في حديث جابر رضي الله عنه. وهذا هو السنة، أن يحرم ضحا، أن يحرم ضحا بعد طلوع الشمس، ثم يتوجه إلى منى. والحاج أو مريد الحج يحرم من مكانه، فمن كان في مكة أحرم من مكة، من كان في جدة أحرم من جدة، كل من، يعني من كان داخل المواقيت. أما من كان خارج المواقيت فلا يحرم إلا إذا وصل إلى الميقات، المراد يعني من كان في مكة أو كان داخل المواقيت، أما من كان خارج المواقيت فإنه لا يحرم ولا يتقدم على الميقات،
لأنه مواقيت موقتة، فيحرم إذا وصل إلى الميقات، ولو لم يحرم إلا في يوم عرفة، ولو لم يحرم إلا ليلة عرفة ليلة، ولو لم يحرم إلا ليلة النحر. المقصود أنه لا يحرم حتى يصل إلى الميقات، فلا يتقدم على المواقيت الموقتة. هذا وقت، هذا وقت مكاني، والحج له وقتان أو المناسك لها وقتان، وقت مكاني هذا للحج والعمرة، ووقت زماني هذا في أشهر الحج وهو للحج، أما العمرة ففي كل وقت على الصحيح. قال وهو ثامن ذي الحجة أحرم بالحج مكة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، يعني من كان بمكة ويفعل ما يفعل عند إحرامه من الميقات، لأن ما شرع عند الإحرام من الميقات يشرع عند الإحرام من داخل مواقيت، لأنها مواقيت، لأن هذا ميقات. قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة، وقال عليه الصلاة والسلام كما أيضا حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمهله أي موضع هلاله من حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ الإحرام. فإذا دخل مكة وجاوز الميقات لا يريد الحج، ثم بعدما جاوز الميقات قبل أن يدخل الحرم نوى أو أراد الحج في اليوم الثامن، نقول عليك أن تلبي حالا الآن، لكن لا بأس أن تستعد لإحرامك قبل ذلك بالتنظف والتطيب ونحو ذلك ما يشرع، كما تقدم الإشارة إليه فيما يشرع للمحرم من الغسل. تقدم الكلام على الغسل والكلام على أحاديث الغسل والتطيب، أيضا ها ثابت في الأحاديث الصحيحة، ويلبس إزارا ورداء كما تقدم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما حديث عند أحمد لبس الإزار والرداء والنعلين، فيحرم بالحج. هذا للمتمتع، لأن المصنف رحمه الله ذكر أن الأولى المتمتع، فيحرم بالحج ويقول أول ما يلبي لبيك حجا. سبق حديث أنس أنهم يصرخون بهما، في حديث جابر بن سعيد يصرخون بالحج صراخا، يصرخون بالحج صراخا. تقدم الإشارة إلى هذا، وأن من أهل العلم من يرى أنه يلبي ولا يتلفظ بنسك الحج والعمرة، وتقدم الإشارة إلى أن هذا ليس تلفظا بالنية، إنما هذا شعار للحج وهو نوع من التلبية، ولهذا أهل بهما جميعا عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس رضي الله عنه لما نقل له عن بعض الصحابة بن عمر وغيره أنه كان ينكر على من قال إنه أحرم بالحج عمرة، قال ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا، يعني يقول أنه هل بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام. نعم. والأولى أن يحرم من المسجد وإن شاء من غيره فيحرم بالحج من مكة. نعم، يقول رحمه الله والأولى أن يحرم من المسجد، هذا الذي ذكره، وفي الحقيقة هذا لا دليل عليه، لأن تخصيص مكان في الإحرام، والنبي أطلق قال حتى أهل مكة من مكة، ما قال من المسجد، ولم يقل من مكة والأفضل المسجد أو عبارة تدل على هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك طريقا يقرب إلى الجنة إلا دل عليه. إن كان هذا الطريق، إن كان الإحرام من المسجد أفضل من إحرام من سائر مكة فهو أقرب إلى الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من طريق يقربه الجنة قد دللتكم عليه، والله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذا من التقوى لم يتركه عليه الصلاة والسلام بلا بيان، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين البيان المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا من الآداب اليسيرة بينها عليه الصلاة والسلام وأعاد فيها وأبدأ صلوات الله وسلامه عليه، فكيف مثل هذا النسك العظيم من بيت الحرام وأنه يكون أفضل؟ قد يتخيل من جهة أن في المسجد الحرام هذا الشيء، لكن الشارع الحكيم هنالك أمور يوسع فيها، والأخذ بالسعة والرخصة أفضل، وإن تخيل مثلا هذا الفضل، لكن حين يكون يبادل، لأنه إذا كان مثلا
اليوم الثامن في الأبطح أو في عرفة مثلا، هو نفسه في عرفة أو في أي مكان، لو قيل له اذهب إلى المسجد وأحرم منه أو كما قال بعض من تحت الميزاب مع أنه لا دليل عليه، ترتب عليه تأخر في الإحرام، تأخر في القصد إلى منى، وكلفة في الذهاب والإياب، هذه أمور لا شك أنها نوع من المشقة، والشارع لا قصد له في هذا، إنما القصد هو المبادرة إلى الإحرام. ثم أيضا من نول، من أراد الحج في اليوم الثامن فإنه لا يلوي على شيء غير الإحرام، ولو ذهب إلى الحرم أو جاء مكان بعيد الحرم لعمل أعمالا تبعده وتؤخره عن الإحرام، والسنة المسابقة إلى هذا الفعل. ولا شك أنه حينما دخل في الإحرام قربة فلا ينبغي أن تؤخر هذه القربة، يعني لو أنه فات قربة وهي لو تخيل كما تقل إحرام من المسجد فيه فضل، يترتب عليه أن يتأخر إحرامه بالحج. ولا شك أن الإحرام بالحج في قربة عظيمة، وذلك أنك تتقرب إلى الله إليه سبحانه وتعالى بهذا النسك العظيم، هذه التلبية، ثم ذلك بعد الإحرام تدخل في هذه المحظورات التي كانت مباحة لك تركتها لله عز وجل، فلا تؤخرها وأنت عندك دليل بين، أما ما سواه فلست على ثبت ولا ثلج من هذا الشيء. فلهذا كان الصواب أنه يحرم مكانه، والأولى أن يحرم من المسجد، هذا كما تقدم خلاف التحقيق، بل خلاف وخلاف الدليل وخلاف التحقيق، وإن شاء من غيره. وهذه العبارة التي ذكر الشيخ هي الصواب في أنه يكون من غير من مكانه، وقوله وإن شاء من غيره هذه عبارة أيضا قد يؤخذ منها أنه يجوز أن يحرم من الحل، وهذا قاله بعض أهل العلم، والمذهب يحرم من الحرم، والرواية الأخرى يجوز أن يحرم من الحل، ومن أهل العلم من قال إذا أحرم من الحل عليه دم لأنه جاوز ميقاته، فميقاته مكة، ميقاته الحرم في مكة يعني داخل الحرم. وقد يقال أيضا إن كل من كان يعني من كان في مكة خارج الحرم مثلا يحرم من مكة ولو خارج الحرم، من كان مثلا في عرفة في يوم الثامن يحرم من عرفة ويذهب ويتوجه إلى منى، ميقاته ومكانه أمرنا كما قال جابر أمرنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. فإن أحرم من الحل قيل لا دم عليه، وذلك أنه داخل المواقيت، داخل المواقيت، وداخل المواقيت حكمه واحد، داخل المواقيت حكمه واحد، لكن قد يرد عليه أيضا أن من كان داخل المواقيت إذا نوى بعد دخول الميقات وجب عليه أن يحرم من حين ما نوى، ولا يجوز أن يتقدم لأنه ميقاته. كذلك من كان داخل المواقيت أهل الشرائع والزيمة وحدة ونحو ذلك وغيرها من البلاد والهجر والقرى التي داخل الحرم داخل المواقيت، هذا يحرم من مكانه، لكن جميع البلد واحد ما يلزم من بيته، فلو أنه خرج من بيته وأحرم بالسيارة بعدما سار وداخل بلد جاز لأنه مكان واحد، فيحرم بالحج من مكة. عبارة صنف رحمه الله هذه يعني قد تخالف وإن شاء من غيره فيحرم بالحج من مكة، كأنه أراد أن يفسر هذا الغير بأنه من مكة استدراك على هذا القول، وأنه لا يحرم من خارج مكة أو لا يحرم من الحل. نعم. ثم يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر ثم يقيم بها إلى الفجر، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بها بنمرة ثم فأقام بها بنمرة إلى الزوال، وصلى بها الظهر والعصر جمعا ثم يأتي عرفة. ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة إن أمكنه ذلك،
وإلا فكل عرفة موقف. بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله: ثم يذهب إلى ميناء، يعني بعدما يحرم، فيصلي بها الظهر والعصر، صلي بها الظهر والعصر، ثم يذهب إلى ميناء، نعم، ثم يقيم بها إلى الفجر. لكن عبارة يصلي بها الظهر والعصر ثم يقيم قد يوهم أنه يعني يجمعها، لكن أراد الشيخ اختصر العبارة رحمه الله، والمراد يذهب إلى ميناء فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولهذا قال ثم يقيم بها إلى الفجر، فيصلي هذه الصلوات الخمس كما فعل عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر. وهذه الصلوات يصليها الحاج قصرا للرباعية، قصرا للرباعية، إلا من كان من أهل مكة فالأظهر أنهم يتمون، لأن من اليوم كأنها من أحياء مكة أو أحاطت بها مكة، يصلون بها تامة. لكن إذا ذهبوا إلى عرفة الأظهر والله أعلم أنهم يقصرون، وهكذا إذا رجعوا إلى المزدلفة. والأدلة، أدلة هذه المسألة مبسوطة في كلام أهل العلم، وهي مسألة شريفة مهمة، لكن خرجت منها فيما يظهر لأنها اليوم تعتبر يعني مكة أو أحاطت بها مباني مكة، فلذا لا يقصر بها، أو لا يقصي، لا يعني لا يصلي الرباعية ركعتين حتى يخرج من منى، ثم يقيم بها إلى الفجر فإذا طلعت الشمس. وهذا لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام بعدما طلعت الشمس توجه إلى عرفة، وهذا المبيت سنة عند جماهير العلماء. وروى ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تأتي إلى منى إلا من آخر الليل، لكن أهل العلم يقولون إن هذا المبيت إنه سنة، وذلك أنه تقدمة للحج، وقد يدل عليه أيضا والله أعلم أن يقال النبي مكث في الأبطح، وبالإجماع أن الحاج لا يلزم يمكث في الأبطح، وأصحابه كانوا معه محرم، كانوا منهم المحرم المحل، وكان أكثرهم محلين لأنهم تحللوا بعمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه عروة بن المضرس بن لأم الطائي في عرفة، ولم يقف في منى قبل ذلك، ولم يبت بمنى قبل ذلك، ثم يقيم بها إلى الفجر، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. جاء في حديث محمد بن حديث رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى عرفة بعدما صلى الفجر، وهذا الحديث ضعيف بل قد يقال بنكارته. محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي رحمه الله إمام في المغازي، وهو من رؤوس الطبقة السادسة، وبعضهم جعله من الطبقة الخامسة، توفي سنة 150 للهجرة، سنة وفاة أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، وسنة وفاة ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المشهور رحمه الله. فمحمد بن إسحاق لا بأس به، أو هو حجة في المغازي، أما في غير المغازي فتكل ما فيه رحمه الله، وهو مدلس معروف، ولذا إذا روى مثل هذه الأخبار ولو صرح بالتحديث حين يخالف فإنه لا يقبل، لكن إذا روى شيئا لم يروه غيره ولم يخالف غيره فحديثه في رتبة الحسن، فهو أعل بالتدليس، أيضا ليس بذاك المتين القوي، وأهل العلم يتساهلون فيه وفي أمثاله، إما في باب الشواهد كذلك في باب المغازي في روايته رحمه الله، وإن كان فيما روى في سيرته بعض الروايات التي استنكرت عليه رحمه الله. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، قام بها بنمرة إلى الزوال،
هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، فله ثلاثة مواقف. أول ما وقف في نمرة عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى الوادي بعدما زالت الشمس عرنة، ثم بعد ذلك توجه إلى عرفة فقام به. وهذان موقفان ليس واجبين، ونمرة ليست من عرفة عند جمهور العلماء. وإذا كانت نمرة شرقي عرنة وعرنة ليست من عرفة فنمرة من باب أولى. والحديث المروي من طرق عنه عليه الصلاة والسلام وارفعوا عن بطن عرنة حديث جيد بمجموع طرقه، فهذا هو الصواب أنها ليست من عرفة، والوقوف لا يجب إلا بعرفة كما سيأتي إن شاء الله. فقام فأقام بنمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قيل لم يقصد الوقوف بها إلى الزوال، لكن وجد القبة قد ضربت له بنمرة عليه الصلاة والسلام، فوقف بها إلى غروب إلى زوال الشمس، وصلى بها الظهر والعصر جمعا، يعني بعدما توجه إلى عرنة، بعدما توجه إلى عرنة عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله يعني أجمل الكلام، لكن لأنه مباشرة بعدما زالت الشمس سار إلى عرنة عليه الصلاة والسلام، ثم بعدما وصل إليها عليه الصلاة والسلام بادر إلى الخطبة، خطب الناس عليه الصلاة والسلام، ثم أذن بلال، ثم أذن للصلاة، ثم أقيم لصلاة الظهر، ثم صلىها ركعتين، ثم أقام صلاة عصر، ثم صلىها ركعتين. وهذه ليست خطبة جمعة، هذا محل اتفاق من أهل العلم، بل هي خطبة لعرفة لأمور. أولا أنه خطب خطبة واحدة والجمعة خطبتان. الأمر الثاني أنه أذن للصلاة بعد الفراغ من الخطبة، وأذان الجمعة عند وقوف الإمام على جلوسه على المنبر. الأمر الثالث أنه عليه الصلاة والسلام أسر بصلاة الظهر. وقد يقال أمر رابع أنه جمع العصر إليها، لكن هذا فيه نظر، وقد يقال إن الإسرار بصلاة الظهر لا يدل على أنها ليست جمعة، لأن الجهر بها ليس بواجب، لكن هذا فيه نظر. ولهذا كان الصواب أنها ليست صلاة جمعة، هذا محل اتفاق من أهل العلم، إلا من شذ كابن حزم رحمه الله الذي يقول إن المسافر يصلي الجمعة، قوله شاذ، ودائما يستدل رحمه الله بإطلاقات وأدلة لا دلالة فيها، ويشنع رحمه الله على خصومه بما لو ردوا عليه مثل ما يرد به عليهم لشنعوا عليه تشنيعا عظيما، وقلبوا عليه الدليل الذي استدل به، ويكون ما ردوا به قوله أشد من رده لقولهم رحمه الله. ولهذا كان الصواب عند عامة أهل العلم يحكي إجماع أن المسافر لا يصلي الجمعة، والنبي لم يصلي الجمعة، ثم لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في سفرة من أسفاره أنه صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام ومعه الجموع العظيمة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم في أسفارهم لم يعرف أنهم أقاموا الجمعة. أما ما جاء من الآثار أقيموا الجمعة حيث كنتم، وكان الصحابة يمرون بأهل البيوتات والهجر فيأمرونهم أن يقيموا الجمعة، هذا لا دلالة فيه لما ذكره، لأن هؤلاء مستقرون في أماكنهم، والجمعة على الصحيح تجب على من كانوا يقيمون في هذا المكان لا يضعنون عنه صيفا ولا شتاء. والصحيح أنه لا نظر إلى ما يبنى به سواء كان من مدر أو من قصب أو من خشب أو من حجر، فالجمعة لم تربط بنوع من البناء، إنما ربطت بمن يسكن في هذا البناء.
فإذا كانوا لا يضعنون عنه صيفا ولا شتاء فإنهم يقيمون الجمعة، إذا كانوا ثلاثة فأكثر، المؤذن والإمام وواحد يستمع. وقال أبو يوسف وجماعة يكفي اثنان، يكفي اثنان، وهي خمسة عشر قولا ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، أقربها هذا القول وهو أن يكونوا ثلاثة لا يضعنون عن هذا المكان صيفا ولا شتاء. أما حديث أسعد بن زرارة بذكر الأربعين هذا لا دلالة فيه على أن الجمعة اشترط لها أربعون كما هو مذهب أحمد والشافعي، فهذا الحديث لا دلالة فيه أيضا على إقامة الجمعة في السفر. قال رحمه الله: صلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، أيضا جمعا وقصرا عليه الصلاة والسلام، وصلى معه أهل مكة، ولم يقل أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، كما روي أنه قال لهم في مكة في فتح مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر كما روى الترمذي. هذا الحديث وين كان ضعيف برواية علي بن زيد بن جدعان الزهري الحجازي رحمه الله، لكن دل عليه الاتفاق، وصح عن عمر رضي الله عنه في الموطأ بإسناد صحيح أنه صلى بأهل مكة وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث ابن عباس أنه قالوا له: ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا، وإذا كنا مع الإمام؟ قال: تلك السنة. هذا لفظ أحمد رحمه الله، وروى مسلم بنحو من هذا، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به معه من أول الصلاة حتى ينصرف، فلا ينصرف الإنسان عن الإمام حتى ينصرف من صلاته، فإذا صليت خلف الإمام الذي يتم فإنك تتم الصلاة. وإذا صلى المسافر بمأمومين الرباعية فإنه صلي ركعتين ويتمون صلاتهم كما تقدم. قال: نعم. ثم يأتي عرفة، يعني بعدما صلى الظهر والعصر، هذا لمن تيسر له، والناس اليوم يقصدون عرفة من أول النهار ولا بأس به، بل كثير من الناس اليوم يقصدون عرفة من الليل خوفا من حطمة الناس، هذا لا بأس به أيضا، لأن ما تقدم كله سنة ليس بواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة، ويستحب أن يقف عند الصخرات، نعم اقرأ، نعم، ويستحب، ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة إن أمكنه ذلك، وإلا فكل عرفة موقف، ويستقبل القبلة ويكثر الدعاء والاستغفار والتضرع، ويلح في الدعاء ويكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه، ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله ذكره ابن قدامة رحمه الله في المقنع، وأنه يستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا، وقيل الراجل أفضل، والنبي وقف راكبا عليه الصلاة والسلام، والأفضل له هو الأيسر. قوله عند الصخرات، هذه الصخرات التي وقف عندها النبي عليه الصلاة والسلام أزيلت الآن، ليست موجودة ولا يعرف مكانها على سبيل التحديد. وقد وصف جابر بن عبد الله وقوف النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل حبل المشاة بين يديه، وقف عند الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه. اختلف في هذا الموقف، وقد حرره العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر في منسك له رحمه الله، ووقف عليه وقال رحمه الله: إن الذي ينطبق عليه قول جابر أن يقف جنوب الجبل إلى خلفه، فيكون الجبل عن يمينه وهو إلى جهة الجنوب، وهذا الموقف هو الذي يرى فيه الواقف أو يمر على الواقف الناس وهم يمشون، يراهم بعدما يبرزون ويمشون. وإلا لو وقف خلف الجبل فإنه لا يكون حبل المشاة بين يديه. وقال ما معناه؟ فرحم الله جابر، فقد وصف وبين موقفه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطبق هذا الوصف إلا على هذا المكان، بأن يكون إلى جهة جنوب الجبل، إلى جهة الجنوب من الجبل خلفه، ويكون الجبل عن يمينه، فالله أعلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفي لفظ فجاج مكة طريق ومنحر، إنما وقف هنا عليه الصلاة والسلام، ووقف على دابته فيه مصالح، ووقوف على دابته فيه مصالح حتى يشرف للناس، وقد يحتاجون إلى مسألة ويرونه عليه الصلاة والسلام ويرون وقوفه، وفيه دليل على جواز الوقوف على الدابة ولو طال الوقت ما دام أنه لا ضرر عليها. والصحيح أنه لا تحديد في العدد، بعضهم قال إذا كانوا أكثر من ثلاثة فإنه لا يجوز، وورد حديث إذا رأيتم على الدابة ثلاثة فلعنوا الثالث، يعني قالوا إنه لا يجوز أن يكونوا ثلاثة، وهذا لا يصح الخبر. ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب دابة وحمل عبد الله بن جعفر وقوثا بين يديه عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا بأس. والصواب كما قال البخاري أنها إذا كانت مطيقة جاز، والدابة تختلف، بعض الدواب تتحمل الاثنين والثلاثة، وبعضها لا تتحمل إلا الواحد، والمعنى أنه لا يضر بها. كذلك أيضا لا يقف الواحد على الدابة ثم يتحدث في الطريق، هذا ينهى عنه ولو كانت مطيقة. انزل عن الدابة واقضي حاجتك، إلا الشيء العارض،
ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا دوابكم كراسي، اقضوا عليها حاجاتكم، فإذا فرغتم فاتركوها، فرب مركوبة أكثر ذكرا لله من راكبها. هذه الدابة التي تركبها ربما تتأذى بطول الوقوف، قد يكون ذكرها لله وتسبيحها لله أعظم وأفضل من تسبيحك وتكبيرك أنت، بل أنت في حال ليست بحال حسنة، حيث تقف عليها ويطول وقوفك عليها، وقد يكون وقوفك في طريق فتقطع طريق الناس وربما تؤذيهم. فكيف الحال بمن يضايق الناس في طرقاتهم بالسيارات كما يفعل بعض الناس هداهم الله؟ فينبه إلى مثل هذا، لأن كثير من الناس قد يخفى عليه هذا الحكم ويظن أنه لا بأس به، فيبين له برفق خاصة وإن لم يكن في أذية، وأن هذه السيارة ليست من جنس ما يتألم ويعقل، إنما إذا كانت أذية الحيوان ينهى عنها، فأذية الناس من باب أولى في سد الطرقات واضطرارهم إلى سلوك طرقات أخرى أو الإزعاج بالأصوات ونحو ذلك، فمثل هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أذية مطلقا بكل أنواع الأذية، وجاءت الأخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، بل حتى الطرق المسلوكة التي تسلك وإن لم يكن سلوكها كثيرا لا يجوز الإيذاء فيها، ولهذا نهى عن قضاء الحاجة فيها وسل السخيمة فيها. من سل سخيمته في طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما في حديث حذيفة جمعناها إلى حديث هريرة عند الطبراني، والحديث في هذا كثيرة. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام وقف على دابته، وقف عند الصخرات كما تقدم. كلمة جبل الرحمة هذه اشتهر عند كثير من العلم، وهذه التسمية لم تثبت ولم يأتي عليها دليل، ويسمى جبل إلال، سمى جبل إلال، ولا يشرع صعوده كما يفعل كثير من الحجاج اليوم، صعوده لا أصل له، والنبي لم يصعد الجبل، فهذا لا أصل له. فتعظيم مثل هذه الأحجار بهذا الوجه لا يجوز، بل تعظيم الشيء المعظم على وجه القربة مما لا يدخله القياس لا يجوز. لو كان الشيء معظما، يعني لو كان الشيء معظما مثل كتاب الله عز وجل عظيم لا تمسه إلا على طهر، وكلام الله عز وجل ويسن أن تقرأه على وضوء كلام الله عز وجل، لو إنسان أراد أن يعظمه مثلا كلما قرأ قبله، كلما وضعه قبله يقبل، وكلما قلب صحفه قبلها، نقول ما يشرع، يقول هذا تعظيم. نقول هل كل تعظيم يشرع؟ ربما يكون التعظيم من أعظم البدع. يقول العلماء: ما كان من باب القرب ولا مدخل للقياس فيه فإنه لا يشرع ولو خرج مخرج التعظيم، إنما تعظم الأماكن التي عظمها الله سبحانه وتعالى بما عظمه سبحانه. فأنت حينما تعظمها بما لم يعظمه سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام تكون ابتدعت، ومن عمل عمل ليس عليه شيء أمرنا فهو رد. تعظيم المساجد بأن تصلي الركعتين قبل أن تجلس هذا تعظيمها، ولهذا ربما تجد هؤلاء الذين يعظمون ما لم يعظمه الله ورسوله يهملون ما تعظيم ما عظمه الله ورسوله، هم من أبعد الناس عن تعظيم ما عظمه الله ورسوله، فقد يفرطون في أمور من السنن هي من التعظيم المشروع لجهلهم لا يعرفونها، لكن بجهلهم يفعلون أمورا من التعظيم لا أصل لها، وهذا من تسويل وتزيين الشيطان لهم. فليس كل تعظيم مشروعا، حينما يعظم الله عز وجل عند القبور هذا باطل لا أصل ولا يجوز فلا تعظمه. كذلك لو أراد مثلا بعد الصلاة أن يرفع يديه
ويثني عليه سبحانه وتعالى ويعظمه، نقول هذا لا أصل له، يقول أنا أعظم الله أنا أثني عليه، نقول هذا بدعة. هل أنت أسبق إلى الخير من رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فلم يفعله رسول الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. هذا يزعم أنه وصل إلى أمر وعلم أمرا لم يعلمه رسول الله عز وجل، وهذا لو تأمله هذا الفاعل لعلم أنه وقع في أمر عظيم. قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لا يقبل الحجر الأسود. لكن تجد من جهل يتمسح بالأحجار وبسطوانات الحرم يقيس، وهذا كله باطل. باب العبادات باب توقيفي، وتجد أمثال هؤلاء هم من أضعف الناس في باب السنة ومن أشدهم عملا في باب البدعة، وذلك أنه أشربت قلوبهم حب البدع فضعفت عن السنن. مثل الذي اعتاد أكل الطعام الخبيث، تجد يعني بعض كثير من الكفار ممن لا يعرفون الحلال من الحرام يستحسنون ويلتذون بالأطعمة الخبيثة من لحوم الخنازير وغيرها من المحرمات، ولو قدمت لهم الطيبات نفوسهم لا تقبل لأنها امتلأت من حب الخبيث. هكذا في باب البدع، حينما يشرب قلبه بالبدع يضعف عن السنة، لأن النفس لها مقدار في هذا، فكلما أخذت من هذا ضعفت عن هذا. وكذلك في باب الطعام والشراب، إذا أقبلت على هذا الخبيث ضعفت عن الطيب. فالواجب هو تعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام كما عظمه سبحانه وتعالى. تعظيم القرآن بماذا يحصل؟ بتلاوته، بالعمل به، باتباعه، اتباع أوامره واجتناب نواهيه. الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، لأنهم يتلونه حق تلاوته، يتلونه حرفا بحرف ويتلونه معنى بمعنى. تلاوة من تلا يتلو إذا تبع، فالحروف يتلو بعضها بعضا، كذلك هو يتلو الكتاب يجعله أمامه ويجعله إمامه، يمشي معه ويسير حيث سار ويقف حيث وقف الكتاب. الكتاب إمامهم فيتبع أوامره وينزجر عن نواهيه، هذا هو تعظيم كتاب الله عز وجل. ليس التعظيم بزخرفته وتحليته ومجرد التقبيل، لا. ولهذا لما اختلف العلماء في تقبيل المصحف ذكروا أثر عن عكرمة بن أبي جهل وفي سنده ضعف في انقطاع، لكن من قال بتقبيله قال إن الحجة في فعله، وذكروا أنواعا من تخريج هذا الأثر، وأن مثل هذا الفعل تعظيم وأنه قد يكون توقيف، لكنه منقطع على الجملة، منقطع لا يثبت عن عكرمة رضي الله عنه. وهكذا سائر ما يعظم إنما يكون بما أمر به سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والمعنى أنه اتبع السنة ظاهرا وباطنا، فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يكون في عمله رياء بل يكون لله عز وجل. فهذان شرطان لصحة العمل، فإذا فقد أحدهما فالعمل حابط لأنه ليس لله. لكن إن كان العامل جاهل فهذا له حكم، لكن إذا تبينت له السنة
وجب عليه أن يتبع الحق وأن يسلم ولا يكابر ولا يعمل بما يعمل الأكابر. يقول مشايخي مثلا، وقد يكون له من القدوة والمشايخ ناس من أهل البدعة، فعليه أن يتحرى السنة وأن يعمل بها وأن يجتهد في اتباعها، فإن أحب العمل إليه سبحانه وتعالى كما قال عليه أدومه وإن قل، يداوم عليه بما كان على الهدى والخير والكتاب والسنة. قال رحمه الله: وجبل الرحمة كما تقدم أن السنة أنه لا يصعد إلى الجبل، وإنما الواجب هو أن يقف بعرفة في هذا اليوم كما سيأتي إن شاء الله، وأنه إذا وقف بعرفة حصل الركن، حصل الركن، ويجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس، وهذا سيأتينا إن شاء الله. لكن لو أنه جاء إلى عرفة في أي وقت من ليل أو نهار قبل طلوع الفجر أدرك الوقوف بعرفة، أدرك الوقوف كما قال عليه الصلاة والسلام: وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال رحمه الله: إن أمكنه ذلك، يعني هذا استحبه بعض أهل العلم، استحبه يعني إذا أمكنه أن يقف في هذا الموقف لا مشقة عليه فهذا لا بأس به إن أمكنه ذلك، لكن إن كان الوقوف في غيره أيسر له فهذا أولى. تقدم أنه لا يعرف مكان وقوفه عليه الصلاة والسلام على سبيل التحديد، وإلا فكل عرفة موقف ويستقبل القبلة، يستقبل القبلة، لأنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة، استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام في عرفة، واستقبل القبلة أيضا لما أراد الإحرام، لما أراد الإحرام استقبل القبلة كما في صحيح البخاري أيضا، وهلل الله وكبره. فالإحرام كأنه دخول في صلاة، وذلك أن الصلاة يسن أن تستقبل القبلة ولها تكبير ولها ثناء بعد التكبير ثم قراءة القرآن الفاتحة فما زاد. كذلك الإحرام استقبل القبلة سنة ليس بواجب، ثم يسبح الله ويهلله قبل الإحرام، لكن التسبيح والثناء يكون قبل الإحرام، ثم بعد ذلك يحرم، يدخل في نسكه ويلبي، ويكثر من الدعاء، ويكثر الدعاء والاستغفار والتضرع، ويلح في الدعاء، لأن هذا المقام مقام عرفة مقام عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف واجتهد وألح في الدعاء ورفع يديه عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي بسند صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، ويكثر من قول لا إله إلا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من رواية حماد بن أبي حميد وهو محمد بن أبي حميد الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث ناده ضعيف رواية حماد بن أبي حميد، لكن له شواهد مرسلة تقويه، منها ما رواه مالك وموطأ من طلحة بن عبد الله بن كريس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث خير ما قلت وذكر هذا الحديث. كذلك له شاهد آخر مرسل لا بأس به من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي النوفلي وثقة رحمه الله من الخامسة، رواه الجماعة يعني من صغار التابعين، وبأنه قال هذا القول. وهذان المرسلان اللذان اختلف مخرجهما مع ذاك الحديث ما يدل على أن الحديث محفوظ، والمرسل مع المرسل حين يعلم أن أحدهما لم يأخذ من الآخر فإنه يقويه، وعند كثير من أهل العلم كالشافعي وجماعة
يرفعه إلى درجة الحسن لغيره. فإذا كان له شاهد آخر من المرفوع فإنه يدل على أنه محفوظ. وهذا الدعاء عظيم، ورد في أخبار كثيرة. هذا الدعاء لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والنبي قاله عليه الصلاة والسلام على الصفا، قاله على المروة، وقاله كما هنا كما في هذه الأخبار، وحث عليه عليه الصلاة والسلام مطلقا في كل الأحوال. يعني لو لم يثبت هذا الخبر فإنه يشرع أن تقول هذه الكلمة بلا خلاف، يعني حتى لو لم يثبت الخبر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ورفع عنه 100 درجة، ولم يأتي أحد بأكثر مما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وقال قبل ذلك في أول الحديث: كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل. وأولى الأيام والأوقات أن تقولها يوم عرفة، يعني تقول هذا الذكر يوم عرفة، تجتهد أن تقوله 100 مرة وأكثر. ولهذا قال: لم يأتي أحد مثل ما قال إلا أحد قال ما مثل ما قال أو أكثر، يعني أنه لو زاد. لكن حينما تقولها 100 مرة وتعد ذلك حتى تحصل هذا الأجر، تجتهد أن تقول هذا الذكر مثلا 100 مرة، هذا كل يوم، كل يوم مشروع، في يوم جميع الأيام يدخل فيها، والأيام الفاضلة هي أولى ما يقال في هذا الذكر. يوم عرفة يدخل في هذا، يعني ولو لم يثبت. لكن هذا الخبر مؤيد لهذا الأصل المتقدم والأدلة الدالة على الذكر. ومثل أخبار جاءت: من قال إذا أصبح، من قال إذا أمسى، من قال في صباح كل يوم، كلها يدخل فيها يوم عرفة من باب أولى. وخاصة أن هذه الأذكار غالبها ذكر وثناء عليه سبحانه وتعالى، والذكر من أجل الأعمال وأفضلها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما تقدم في الحديث: سبق المفردون، وهم الذين يفردونه سبحانه وتعالى بتوحيده بتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره سبحانه وتعالى. ولهذا تكرر قوله أو تكررت الأخبار من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام، فيكثر من هذا الذكر. ثم يوم عرفة، يوم عرفة وأيام التشريق وما بعدها، يوم عرفة من الأيام 10 ذي الحجة، ومن الأيام التي يشرع فيها الذكر، ويذكر اسم الله ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة العام، وداخل في أيام 10 ذي الحجة. فإذا كان هذا في حق الحلال، فالمحرم دخل في النسك من أولى الناس دخولا في فضل 10 ذي الحجة خصوصا، وفي فضل الأذكار عموما. فيوم عرفة من أولى الأيام الذي يجد العبد أن يذكره سبحانه وتعالى، ويشرع أن يكثر الثناء عليه، وقال: ويكثر الدعاء والاستغفار، فاستغفروا ثم توبوا إليه، في آيات ذكر الاستغفار والتوبة جميعا، فيجمع بين الاستغفار والتوبة، وخاصا بعد الذكر والثناء، بعد الذكر والثناء. ثم يدعو دعاء الطلب والمسألة والحاجة، ثم يعود ويثني عليه سبحانه وتعالى. وكان السلف يجتهدون في هذا اليوم اجتهادا عظيما، لكن مع ذلك يسيئون الظن بأنفسهم ويحقرون أعمالهم. العبد إذا عمل العمل أن يعتقد أنه مقصر وأنه معثر وأنه متلوث وأنه الخطاء والمذنب، يدعو بقلب منكسر، قلب ذليل. حينما ينكسر القلب فهو دليل على دخول عتبة العبودية، ومن دخل هذه العتبة وهذا الباب فتحت له أبواب الخيرات والبركات. ولا تستعجل ولا تستبطئ، إياك أن تستعجل الإجابة أو تقول إن الإجابة قد تأخرت، لا تستعجل، فتستحسر عند ذلك وتدع الدعاء. في حديث أبي هريرة، حديث أنس: بل اجعل دعاءك وذكرك كسائر أعمالك، كما تصلي، كما تصوم، كما تزكي، كما تحج، كذلك الذكر عمل من هذه الأعمال.
فالله عز وجل هو أعلم بما يصلح عبده، والمسلم على خير ما دام على ذكر ودعاء فهو على خير، والذاكر أفضل من السائل الطالب، لأن السائل الطالب لأن الذاكر اشتغل بالثناء، والذي اشتغل بالثناء أفضل من الذي اشتغل بالمسألة والطلب، ولأن المثني طالب في المعنى، هو لم يثني عليه سبحانه وتعالى إلا ليعلم يعلم من نفسه شدة حاجته وفقره إليه سبحانه وتعالى، ويدعو ربه موقن بالإجابة. هذا من أعظم أسباب التوفيق، ومن أعظم أسباب فتح الباب، أن تدعو الله عز وجل مع حسن الظن به سبحانه وتعالى، وأنت موقن بالإجابة. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، في الصحيحين، وعند أحمد بسند صحيح: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وفي الحديث الآخر وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني كأن الإجابة معه والإجابة قريبة. وليعلم المسلم أنه إذا فتحت له أبواب الإجابة فتحت له إذا فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الإجابة. من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الإجابة، هذا ورد في أثر، لأنه إذا لازم الدعاء بأنواعه فلا يكون إلا عن يقين وحسن ظن بالله عز وجل. ادعوا الله وأنتم موقنون، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين، وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تكفل سبحانه وتعالى أنه يجيب دعاء المضطر. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا كان سبحانه وتعالى يستجيب لمن وقع في الذنوب والخطايا ويغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى بالتوبة، من تاب غفر الله له ذنوبه حتى ولو كانت من عظم الشرك، إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ويكثر الدعاء والاستغفار والتضرع ويلح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، ولا تضجر ولا تمل، أنت تسأل الله عز وجل وتتمنى كل شيء، ولا تحقر شيئا مما تسأله ربك سبحانه وتعالى، فاسأل الله كل شيء من حاجاتك ولا تحقر شيئا من الحاجات، فإنما عنده سبحانه وتعالى إنما يكون بدعائه ومسألته، بخلاف الناس حينما تسأل الناس فإنهم يملون، ولو كان من أعظم الناس عطاء وكرما يبرم من كثرة المسألة، وما عنده ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أما الله عز وجل يغضب إذا لم تسأله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الله يغضب إذا لم تسأله. وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام في مرة التلميذ: من لم يسأل الله يغضب عليه. أما الناس حينما تسألهم فإنهم يغضبون ويبرمون من المسألة، بل مسألة الناس في الأصل منهي عنها، أصل مسألة الناس منهي عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المسألة وقال: لو يعلمون ما في المسألة، لو يعلمون ما في المسألة ما أعلم، ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد له منه. حديث الترمذي: كدوح
أو خدوش أو خموش يكدح بها وجهه. وفي الصحيحين أنه يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، عاري والعياذ بالله، فضيحة في هذا المجمع، يأتي ليس عليه مزعة لحم يوم القيامة أمام الناس، فيحذر حين يسأل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المسألة، قال لا تحل المسألة إلا لفقر مدقع أو غرم مفضع أو دم موجع. وقال في حديث قبيصة، ذكر له أنواعا من المسألة، ثم قال في آخره وهو صحيح مسلم: وما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. سحت حرام، فالمسألة حرام. وقد قرر هذا شيخ الإسلام أحسن تقرير في كتابه العظيم في القاعدة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وقرره أحسن تقرير رحمه الله، وبين ما في مسألة الناس من الفاسد. أولا أنها تذلل لغير الله، وثانيا إيذاء للمسؤول، إيذاء للمسؤول. فأنت حينما تسأل الناس تؤذيهم وتذل لغير الله. وذكر مفسدة ثالثة رحمه الله، ولهذا قال أصل أن مسألة الناس حرام، وهذا هو ظاهر الأدلة عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل المسألة لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل، هذا صريح، لا تحل لغني ولا لذي مرة، قوة، ذو مرة فاستوى، قوة الغني له. كذلك الإنسان الذي يستطيع أن يعمل وعليك يسأل لا يجوز له، عليك أن تعمل، تعمل بيديك فتنفع نفسك وتصدق. والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن موسى: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. ثم ذكر أنواعا مما يعملهم المسلم، أنه يعمل فيكدح يكسب لنفسه وكذلك يكسب لغيره. إنما التذلل والتضرع والانكسار لله عز وجل، خاصة في مثل هذا اليوم العظيم. ولهذا قال رحمه الله: ويكثر الدعاء والاستغفار والتضرع، ويلح في الدعاء، ويكثر من قول لا وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. هذا تقدم إشارة إليه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. وهذا الخبر أيضا هو تمام حديث رواه ابن أبي شيبة من رواية موسى بن عبيدة الربذي عن أخيه عبد الله بن عبيدة الربذي عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، كما تقدم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. وهذا الحديث فيه علتان: العلة الأولى موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، أما أخوه فهو ثقة، لكن علة أخرى أيضا الانقطاع بين أخيه وبين علي رضي الله عنه. وقد يكون شاهد في أوله في قوله لا نحد ولا شريك له المتقدم، أما آخره فهو بهذا السند ضعيف. قولها: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، هذا أيضا الحديث ضعيف، رواه الطبراني في معجمه رحمه الله إلى قوله ورغم لك أنفه، إلى قوله رغم لك أنفه، يعني من أول قول اللهم إنك ترى مكاني إلى قوله ورغم لك أنفه، هذا الحديث الطبراني في الصغير والكبير رحمه الله، وإسناده ضعيف طريق يحيى بن صالح الأيلي.
وهو ضعيف فلا يصح هذا الخبر. أما قوله وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة فهذا لا أدري عنها يعني هذا من جمل هذه التي تقال وينظر هل ورد، لكن من جهة العموم كما تقدم داخل في عموم الأدلة التي يشرع أن تقال فيها الدعوات العظيمة الواردة في السنة، وكذلك الدعاء بعض الآيات ما يدعو به المسلم ويسأل ربه سبحانه وتعالى من خير هذا اليوم حتى تغرب الشمس. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله: فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة ويلبي في الطريق، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، وإن اقتصر على الإقامة لكل صلاة جاز، ويبيت بها حتى يصبح ويصلي الصبح في أول وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام وهو الحبل الذي الذي في وسط مزدلفة، ووقف حوله واستقبل القبلة ويكثر من الدعاء والاستغفار حتى يسفر جدا. يقول رحمه الله: فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة، وهذا هو الواجب على الحاج أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس كما وقف عليه الصلاة والسلام. وقف عليه الصلاة والسلام بعدما لما دخل عليه الصلاة والسلام وقف إلى أن غربت الشمس، وفي حديث جابر: حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، ثم دفع عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب، وهو قول جمهور العلماء أن الوقوف إلى غروب الشمس واجب، وذهب بعض العلم إلى أنه ركن وهو قول المالكية، وبعض العلم قال إنه يجوز قبل ذلك لكنه قول مرجوح ضعيف. الصواب أنه يجب الوقوف إلى غروب الشمس كما هو قول الجمهور، وليس بركن، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، ثم قال: ومن وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فدل على أن من وقف بعرفة فكما قال فقد تم حجه وقضى تفثه. فمن خرج قبل غروب الشمس فله أحوال: تارة يرجع، مرة أخرى قبل غروب الشمس. فإذا رجع حتى تغرب الشمس فحجه تام ولا شيء عليه. يعني قد يكون بعض الناس يخرج خطأ أو نسيان أو جهل ثم يتبين له فيرجع، فحجه تام ولا شيء عليه. الحال الثاني أن يخرج بعد قبل غروب الشمس ثم يرجع بعد غروبها، هل ينفعه الرجوع؟ قيل: لا ينفعه، لأنه خرج بعد الغروب، لأنه خرج قبل الغروب ورجع بعد الغروب فلا ينفعه رجوعه. والقول الثاني أنه ينفعه، وهذا هو الأظهر، لأن الوقوف في عرفة يمتد إلى طلوع الفجر، فإذا رجع مرة أخرى ودخل عرفة ولو لحظة ثم خرج منها فالصحيح أنه لا دم عليه. الحال الثالث أن يخرج منها ولا يرجع، فهذا عليه دم لأنه ترك نسكا واجبا عليه. قد يقول قائل: ألم يقل عليه الصلاة والسلام: من وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه؟ وقف بعرفة بعد الظهر ثم خرج تم حجه. نقول: تم حجه. إيش معنى تم حجه؟ أي أمن الفوات، أن حجه تام، معنى أنه لا يقال فاته الوقوف. بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للسائل سأله أنه ما دمت أنك وقفت بعرفة فحجك تام، ولو كنت لم تقف بعرفة إلا ليلا، لأن المقصود هو الوقوف بعرفة ليل أو نهار على قول الجمهور من زوال الشمس يوم عرفة إلى مغيب إلى طلوع الفجر يوم ليلة النحر. وعلى مذهب أحمد رحمة الله عليهم من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر ليلا أو نهارا، والجمهور استدلوا بوقوفه عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم، وأنه لو وقف قبل الزوال فلا يحصل له الوقوف حتى يقف بعد الزوال ولو لحظة،
وبهذا يأمن الفوات. فنقول قوله تم حجه ليس المعنى أنه لا شيء عليه. دليله لو أنه وقف بعرفة ليلا ونهار ثم خرج، هل نقول حجه تام من كل وجه أو فيما يتعلق بعرفة؟ نعم، ايش دليله؟ هل هناك أدلة من فعل الحاج؟ هل بقي عليه شيء ولا بقي عليه شيء؟ ايش بقي عليه؟ كذلك ما هو أهم من الرمي، بقي طواف الإفاضة، طواف الإفاضة وكذلك مزدلفة ومنى والرمي. المقصود لو طردنا هذا الدليل وقلنا تم حجه وأنه خلاص، يلزم على هذا القول أنه لا يلزمه شيء، فدل على أن قوله تم حجه وفسره بسنة وفعل عليه السلام. فكما أن تمام الحج لا يحصل إلا بالإتيان ببقية أركانه وواجباته مثل طواف الإفاضة وسائر الواجبات، كذلك أيضا قوله تم حجه فيما يتعلق بعرفة، المراد أنه لا يفوت الحج، وليس المعنى أن هذا الواجب ساقط، كما أنه لا يسقط سائر الواجبات الأخرى ولا سائر الأركان من باب أولى. فكما أن الواجبات والأركان الأخرى تسقط، كذلك هذا الواجب وهو الوقوف إلى غروب الشمس لا يسقط. ثم نعلم أن الأخبار يفسر بعضها بعضا، من قصد أن يأخذ خبرا واحدا يستدل به دون أن ينظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا يحصل فيه نوع من التغيير، بل في بعض المسائل يحصل شيء من التحريف. فالأدلة يبين بعضها بعضا، فسر بعضها بعضا، تجتمع وتتعاضد وتتآلف. لكن لو أردت أن تأخذ كل خبر وحده وتجعله دليلا مستقلا دون غيره اضطربت الأدلة. فالسنة تجتمع وتأتلف أدلتها، كذلك مع الكتاب في بيان هديه وسنة عليه الصلاة والسلام. يقف إلى غربت الشمس دفع إلى مزدلفة، يدفع بسكينة ووقار كما قال عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة. وكان إذا وجد فجوة النص عليه الصلاة والسلام سار، يقول السكينة السكينة. في حديث أسامة كذلك وتقدم كان يسير العنق، العنق هو السير السريع، يسير العنق يعني أنه يسير سيرا هينا، فإذا وجد فجوة النص. وكان عليه الصلاة والسلام يمسك بزمام ناقته حتى لا تسرع، فإذا صعد حبلا من الحبال وجبلا من الجبال أرخى عنانها. لماذا؟ حتى يكون أسهل وأيسر لها في صعوده. هذا هو الواجب على الحاج. فإذا كان أمر عليه الصلاة والسلام بالسير السهل في ذلك الوقت على الإبل، فالسير بالسيارات الصغيرة والكبيرة بأنواعها من أوجب أو أوجب من ذلك، لأن الضرر الحاصل بالسيارات أشد، وكم يحصل من الحوادث والمصائب والوفيات بسبب التفريط والإسراع والإزعاج، كذلك الإزعاج بالمنبهات كما يحصل من كثير من الحجاج اليوم وخاصة من يقود السيارات. فالواجب عليه أن يراعي إخوانه، والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا إذا في عموم الأحوال، فمن كان في نسك فإذاؤه أشد وأعظم. فالواجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في شيء قد يكون سببا في إحباط عمله ولا يشعر، ويلبي في طريقه. وهذه هو السنة. كان عليه الصلاة والسلام إذا سار من مشعر إلى مشعر لبى، هذه السنة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام. فلما أحرم بالحج، فلما أحرم من الميقات وأصحابه جعل يلبي وأصحابه يلبون. ولما نزل في الأبطح لم ينقل عنه تلبية، وفي منى لم ينقل عنه تلبية، وفي عرفة رفع يده يدعو عليه الصلاة والسلام. فالسنة التلبية
حينما تسير مشعر إلى مشعر، لكن عند النزول في المشاعر فالمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام هو التلبية، لكن يجوز التكبير كما قال عبد العزيز بن رفيع: سألت أنس ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم، يعني في اليوم الذي ساروا فيه من منى إلى عرفة، قال أو من يعني ساروا فيه إلى منى، قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فلو أنه خلط التلبية بشيء من التكوين لا بأس، إنما المقصود أن التلبية تكون من مشعر إلى مشعر، فإذا نزل الإنسان في المشاعر فيلزم الدعاء والمسألة والذكر، هذا هو الظاهر من هديه وسنة عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا، يقصر العشاء، وهذا هو قول جمهور العلماء، بل هو عامة أهل العلم، بل قول عامة أهل العلم أنه يصليها في المزدلفة، ولو صلاها في الطريق جاز عند الجمهور، يجوز عند الجمهور أن يصلي المغرب والعشاء في الطريق، لكن خلاف السنة. ومن أهل العلم من قال لا يجوز أن يصلي في الطريق، وهم الأحناف، وهذا قول قوي، إلا لمن تأخر وخشي أن يفوت الوقت مع ازدحام ويدركه نصف الليل، ويدركه نصف الليل، في هذه الحالة لا يصلي قبل نصف الليل ولو كان لم يصل المزدلفة. وهكذا مثلا لو كان في زحام فوقفت السيارات مثلا، و يعني شق عليهم انتظار، وربما تأخروا في الليل، فلو وصلوا إلى المزدلفة واجتمعوا وأرادوا يجتمعوا للصلاة لحصل عليهم مشقة، فلا بأس أن يصلوا دفعا لضيق الوقت في حال إذا نزلوا في هذا المكان لتوقف السير، فإذا وصل المزدلفة اشتغلوا في شؤونهم الأخرى، لأنهم يستعدون إلى التوجه إلى منى من صبح يوم النحر بأذان واحد وإقامتين، لحديث جابر في صحيح مسلم أنه صلى عليه الصلاة والسلام بأذان وإقامتين، وإن اقتصر على إقامة لكل صلاة جاز، وهذا فيه نظر، الصواب أنه يصلي بإقامتين وأذان، وهذا ورد في حديث ابن عمر بإقامة لكل صلاة، ورد إقامة واحدة للصلتين، وحديث مسعود أنه أذن أذانين وأقام إقامتين، والأحاديث المنقولة عن ابن عمر اختلف فيها، واختلف هل الاضطراب من الرواة عنه أو وقع منه رضي الله عنه حصل عنده شيء من التردد، وكذلك مسعود أيضا، والصواب ما دل عليه حديث جابر، ثم هو الموافق لما فعله عليه الصلاة والسلام في عرفة، لأنه أذن وأقام لكل صلاة جمع تقديم، وفي المزدلفة أذن وأقام لكل صلاة جمع تأخير. ولهذا لما قال له أسامة رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله وفي الطريق، لما نزل فبال في الطريق وتوضأ وضوءا خفيفا، قال الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. وهذا في الحقيقة حجة قوية لمن قال إن تجب الصلاة في المزدلفة، مع قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ويبيت بها والمبيت بها واجب حتى يصبح ويصلي الصبح في أول وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام. وهنا مسألة قد يطول الكلام عليها، لعله نتكلم عليها غدا إن شاء الله، وهي مسألة الرمي وما يتعلق بتقديم الضعفة، تقديم الضعفة، لعله يأتي الكلام عليها إن شاء الله غدا مع بقية هذه المسألة، والله أعلم.